للتذكير بس في حلقة 9 سبتمبر يعني قبل حوالي أسبوع من الآن كان خالد القحطاني سألنا عن المدرب وقدم التوصية التالية. خالد القحطاني بشكل سريع: برانكو مدرب الأهلي، الجمهور يشيل وينزل، يشيل وينزل في المدرب. تقييمك له بشكل سريع. المشكلة أبو بدر أن برانكو طوال أسلوبه اللي كان مع دينامو زغرب أو حتى مع المنتخب الإيراني وحتى مع بيروز الإيراني اللي نجح فيه لا يتناسب أبدا مع النادي الأهلي، وجالس يظلم العديد من مفاتيح اللعب في النادي الأهلي. فالأهلي اليوم بين خطين، إما أن يتنازل ويلعب على أسلوب برانكو وسيواجه الكثير من المشاكل، أو أن برانكو يتنازل نفسه ويلعب بسيوف بأسلوب يكيف فيه النادي الأهلي، وهذا الأمر أعتقد أنه برضو صعب جدا بحكم أن المدربين ما يتنازلون عن قناعتهم بسرعة. أكبر مؤشر على ذلك أن الأهلي ألغى عقد من أحد خيارات برانكو مع بداية هذا الموسم. الواضح أن الرؤية يعني إلى الآن لم تكتمل في النادي الأهلي، ومشكلة كبيرة الصراحة أنك تكتشف أن اختيارك للمدرب كان مش كويس أو غير دقيق مع بداية الموسم.